الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. بنواصل كلامنا عن التاريخ الليتورجي لكنيسة اسكندرية، ودي الحلقة رقم 16. هنتكلم عن القرن الرابع الميلادي. في الحلقة الماضية كنا تكلمنا عن أن الألحان عرفت في الكنيسة في هذا الوقت، لكن من المهم أن احنا نعرف أن الكنيسة القبطية هي أعرق كنيسة عرفت الألحان، لأنه إن كانت أقدم حضارة عرفت الموسيقى هي مصر الفرعونية، ففي مصر المسيحية نشأت أول ألحان عرفها العالم المسيحي، وأن بعضا من هذه الألحان الكنسية القبطية لا زال يحمل سمات الموسيقى الفرعونية. اكتشفت بردية بتعرف باسم بردية البهنسة اللي هي كان اسمها أوكسارينخوس، بترجع إلى القرن الثاني أو الثالث للميلاد، فيها لحن كنسي للثالوث القدوس مدون بإشارات أو علامات موسيقية، وده أقدم لحن موسيقي مدون على نوتة. فك رموز هذا اللحن، الرموز الموسيقية لهذا اللحن، واحد اسمه البروفيسور فيلز، اللي فك من قبل رموز الموسيقى البيزنطية القديمة التي اجتهد علماء الموسيقى في فك غموضها على مدى 300 سنة ولم يتمكنوا من ذلك. ننتقل إلى جزئية جديدة، وهي أن احنا لا نستطيع أن نسمي القرن الرابع الميلادي فقط بعصر الشهداء، لأنه لو كان عصر الشهداء في الكنيسة القبطية وقفا عليه وحده لما بقت الكنيسة إلى اليوم، لأن دماء الشهداء هي بذار الكنيسة. هنتكلم عن نقطة جديدة في الرتب الكنسية. مع حلول القرن الرابع الميلادي في زمن البابا أثناسيوس الرسولي، عرفنا أن لتورجية كنيسة الإسكندرية تتضمن 5 رتب كنسية. جه ذكرها في خلاجي القديس سرابيون المعاصر للبابا أثناسيوس الرسولي، وهي رتب الأسقف، القسوس، والشمامسة، والإيبودياكونين، والأغنستوسين. هي دي نفس الرتب الكنسية التي ورد ذكرها في قوانين هيبوليتوس القبطية. القوانين دي دونت في كنيسة اسكندرية في أواخر القرن الخامس الميلادي أو أوائل السادس. وأما في قوانين البابا أثناسيوس الثاني اللي هو تنيح سنة 496 ميلادية، يعني أواخر القرن الخامس، بنلاقي أن هذه الرتب 7 رتب، بيضيف رتبتي الإبسالتس اللي هو المرتل والبواب. هذه القوانين اللي هي قوانين البابا أثناسيوس الثاني هي أول مصدر قبطي يرد فيه ذكر رتبة المرتل، وقد ورد ذكر المرتل أول مرة في قوانين مجمع اللاذقية اللي عقد في القرن الرابع، إلى جانب ذكره أيضا في المراسيم الرسولية، ودي برضو كانت في القرن الرابع. أما من جهة رتبة البواب، فكتاب ترتيب الكهنوت المنسوب للأنبا ساويروس ابن المقفع بيتكلم عن أهمية قيم الكنيسة أو البواب، ولكن لا يعتبره ضمن رتب الكنيسة. أما بخصوص نصوص صلوات الرسامة زي ما جات في خلاجي سرابيون، فيصعب علينا
أن ننسبها للقديس صرابيون نفسه، لأن من المحتمل جدا أن تمثل هذه الصلوات استخداما قديما جدا لإحدى كنائس مصر قبل زمن صرابيون. والعنوان الذي وضع لصلوات الرسامة هو ذا أهمية بسبب أنه يشمل المصطلحين الطقسيين اللذين يوضحان الإقامة أو التنصيب، وأيضا الرسامة أو التكريس بوضع اليد. في حاجة اسمها إقامة أو تنصيب installation، في حاجة اسمها رسامة أو تكريس ordination. ونصوص الصلوات الليتورجية اللي جت في خلاجي صرابيون لها طابعها الخاص اللي بيختلف عما يناظرها في الوثائق الطقسية الأخرى القديمة مثل قوانين هيبوليتوس القبطية، وده بيحتاج إلى دراسة متأنية. لم يظهر في الكنيسة حتى الآن بحث علمي بيوثق لنا أصول نصوص صلوات الرسامة كما نعرفها اليوم. هننتقل إلى نقطة أخرى وهي المعمودية المقدسة والميرون المقدس. منذ القرن الثاني الميلادي وحتى الرابع كانت المعمودية بتمنح في ليلتي عيد الفصح وعيد العنصرة، ولكن ظل عيد الفصح هو المناسبة الأكثر شيوعا بين الكنائس لممارسة المعمودية، إذ كان يسبق فترة الصوم المقدس الكبير، وهي فترة مناسبة لإعداد الموعوظين المرشحين للمعمودية. ومنذ القرن الرابع أضيفت إلى هاتين المناسبتين السابقتين عيد الإبيفانيا كمناسبة ثالثة في الشرق المسيحي لمنح سر المعمودية. ثم اجتاز هذا التقليد من الشرق المسيحي إلى شمال إفريقيا فأسبانيا وبلاد الغال اللي هي فرنسا حاليا. ننتقل إلى نقطة ثانية. بعد مجمع نيقيا المسكوني في القرن الرابع صدر قانون الإيمان، مع العلم بأن قانون الإيمان النيقاوي لم يكن هو أول قانون إيمان في الكنيسة الجامعة، لأن أقدم قانون إيمان معروف هو قانون دير البلايزة، هو اسمه كده قانون دير البلايزة. البلايزة دي عند أسيوط، وكان يستخدم في المعمودية، وهو ذات القانون اللي بيردده الأسقف أو البطريرك أثناء الرسامة. نص هذا القانون بحسب أقدم مخطوطات طقس المعمودية القبطي بيقول: أؤمن بإله واحد الله ضابط الكل، وبابنه الوحيد يسوع المسيح ربنا، وبالروح القدس المحيي، وبقيامة الجسد، وبالكنيسة الواحدة الجامعة المقدسة. هو ده نفس القانون اللي بيتقال لحد النهاردة عندنا في الكنيسة القبطية. فترتيب طقس المعمودية القبطي برغم أنه تشكل في خطوطه العريضة منذ القرنين الثالث والرابع للميلاد، إلا أنه قد تقنن نهائيا بعد الانقسام الخلقدوني سنة 451 ميلادي، ولم يتسبب هذا الانقسام في إحداث أي تغييرات أساسية في الترتيب الطقسي القبطي القديم. وقد نقل لنا المقال الشهير عن الرئاسات الكنسية المنسوب لديونيسيوس الأريوباغي اللي عاش في القرن الخامس، نقل لنا وصف وافر التفصيلات
عن طقس المعمودية، واللي بيوضح التحول أو الانتقال اللي حدث في وثائق القرنين الثالث والرابع بعد الانقسام الذي سببه مجمع خلق دنيا. اللي بيلفت النظر في طقس المعمودية في كتاب الرئاسات الكنسية هو إن مراسيم إعداد الموعوظين، مراسيم إعداد الموعوظين ليست منعزلة عن زمن الاحتفال بالمعمودية، إذ تؤلف معها عمل لتورجي واحد، لأن التعليمات اللي بتعطى لطالب العماد لا تكون في مكان آخر غير مكان المعمودية. أما الفصلين الثاني والثالث من هذا الكتاب فهما مخصصان لمراسيم المعمودية وعنوانهم باليونانية تعريبه بخصوص معمودية البالغين. ده جزء ما يختص بالمعمودية في القرن الرابع. جزء آخر برضو يختص بالمعمودية في القرن الرابع، إنه حصل تطور طقس التعري أو تعدل في هذا القرن، حيث بيخلع الموعوظون ملابسهم ويرتدون بدلا منها قميص قصير بيسموه تانيك، وبه تتم مراسيم جحد الشيطان وإعلان الإيمان. لأن كانت المعمودية قبل القرن الرابع المعمد بيبقى عاري تماما. منذ القرن الرابع أيضا وبالذات في مصر اتأكدنا أن تعديل طرأ على مكان صلوات تكريس مية المعمودية، أو الذي احتل وضعا متوسطا بين فعلي الجحد والاعتراف بالإيمان من جهة، وبين التغطيس في المياه من جهة أخرى. يعني إيه؟ يعني حصل تعديل في القرن الرابع في مراحل المعمودية، أصبح عندنا جحد الشيطان والاعتراف بالإيمان، وبعدين يجي صلوات المعمودية اللي هو قداس المعمودية، وبعدين يجي التغطيس في مياه المعمودية. ده عرفناه من خلال الإجابات القانونية اللي قالها البابا الإسكندري تيموثاوس الأول اللي عاش لحد سنة 385 ميلادية، وأيضا في الكتابات المنسوبة لديونيسيوس الأريوباغي في القرن الخامس، وأيضا من طقس المعمودية القبطي في مخطوط بيرجع إلى القرن السادس الميلادي نشره العالم الليتورجي أنطون باومشتارك، نشره في مجلة اسمها الشرق المسيحي سنة 1901. عرفنا التعديلات اللي حصلت في ترتيب المعمودية في القرن الرابع من هذه المصادر. فبعد ما انتقل قداس تقديس مياه المعمودية عشان يبقى فاصل بين الجحد وإعلان الإيمان من جهة، وبين الغطسات الثلاثة من جهة أخرى، انحصر فعل المعمودية الرئيسي في الغطسات الثلاث، لتحتل هذه الغطسات مكانا متميزا بين مراسيم طقوس المعمودية. وفي المقابل بقى تقلصت إلى حد ما مراسيم طقوس جحد الشيطان والاعتراف بالإيمان والدهن بزيت الاستقسام. ده ما كانش هو الوضع القديم، لأن مراسيم الجحد وإعلان الإيمان كانت ذا أهمية قصوى، سرعان ما احتل قداس المعمودية مكانه اللي بنعرفه دلوقتي في كتب الطقس القبطية والأثيوبية. ففي القرن الرابع أجاب البابا السكندري تيموثاوس الأول على سؤال بخصوص المعمودية
فقال إننا نبدأ بجحد الشيطان والطقوس المرتبطة به، ثم ندخل إلى حجرة المعمودية فنبارك المياه، ثم نعمد. ونجد نفس هذا الترتيب مرعيا في القرن السادس الميلادي في المخطوط اللي نشره العالم الليتورجي أنتون باومشتارك زي ما قلنا من شوية. العالم فين، في عالم اسمه فين، بيقول اشتدت الحاجة إلى العرابين، العرابين اللي هم الأشابين، وخصوصا منذ بداية القرن الرابع الميلادي بسبب ازدياد أعداد المقبلين إلى الكنيسة ازديادا كبيرا. لم يكن في إمكان ممثلي الكنيسة في المدن الكبرى زي أنطاكيا أن يعرفوا خلق المرشحين العديدين الراغبين في المعمودية أو طباعهم. لم يكن في إمكانهم توفير الاهتمام الخاص والضروري من أجل تربية مسيحية كاملة. وهكذا فإن العراب أو الإشبين يعني إضافة إلى كونه كفيلا صار معلما ومرشدا أيضا. التقليد المصري بيحدد أن يكون الإشبين هو أحد الوالدين، أحد الوالدين أو أحد أفراد العائلة ومن نفس الجنس، ويكون راشدا مشهود لي بالحكمة والتعقل، عارف بقواعد الإيمان والأسرار، ذا تقوى ومتحلي بالفضائل. ننتقل إلى نقطة أخرى عن المعمودية أيضا، أن عادة سكب الميرون المقدس في مياه المعمودية استقرت عند الأقباط منذ القرن الرابع الميلادي. كل الطقوس بتأمر بصب الميرون المقدس في مياه المعمودية باستثناء الطقس الكلداني اللي بيفرض فقط رشم إشارة الصليب المقدس بقنينة أو قارورة الزيت. لما جه القرن الرابع الميلادي انحصر الحديث عن منح الروح القدس بالمسح بالميرون المقدس دون ذكر واضح لوضع الأيدي. يعني الروح القدس كان بيمنح في الكنيسة زي ما بنقرأ في سفر أعمال الرسل بوضع الأيدي، فكان يمنح الروح القدس. وبعدين بسرعة عاجلة بدون فواصل زمنية طويلة جاء المسح بالزيت أيضا لمنح الروح القدس. فالقرن الرابع انحصر فيه الحديث عن منح الروح القدس بالميرون المقدس دون ذكر واضح لوضع الأيدي، برغم ممارسة الأمرين معا في الكنيسة القبطية حتى اليوم. يعني الأقباط لحد النهاردة لما يجي يعمدوا بيمارسوا وضع اليد والمسح بالميرون المقدس أيضا. العالم المدقق الأب جريجوري ديكس بيقول في القرن الرابع الميلادي فقد وضع اليد مدلوله وأهميته في سوريا، واختفى أيضا عند كيريلوس الأورشليمي. واضح أن وضع اليد مع حلول القرن الرابع الميلادي ما بقاش له مدلوله القديم لمنح الروح القدس إلا عند الأقباط، لأن لحد هذا اليوم ظل الطقس القبطي لسر المعمودية بيمنح الروح القدس بوضع اليد والمسح بالميرون المقدس أيضا. نكتفي بهذا القدر ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله.
ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.